لا احنا طبعا مفيش حد بيشك ولا حد بيفكر ان الجيش يمكن الانتقاص من قيمته. الجيش له قيمة معنوية في نفوس كل المصريين، لكن أن يكون هناك ضمانات خاصة بالجيش تمس شفافية الموازنة العامة، تمس وحدة الموازنة العامة، فهذا كلام يمس الدولة الديمقراطية ويهدم فكرة الدولة الديمقراطية. إذا جاء هذا الكلام في نص دستوري فهو خطير، وإذا كان هذا هو نوايا وغير موجود في الدستور فهو أيضا خطير. فإحنا بنرفض ده، وبنرفض أيضا العديد من النصوص الخاصة بهذه الوثيقة اللي بعضها مرتبك وغير واضح وغير مفهوم ولا يؤدي لقيمة مضافة للحياة الديمقراطية في مصر. احنا شايفين ان كان ينبغي ان الحكومة تنشغل بتوفير البيئة المناسبة للانتخابات، وتنشغل بتوفير لقمة العيش للمواطنين، وهذا كان افضل من انشغالها واشغالنا بهذه الوثيقة اللي هي في النهاية لا تمثل اي قيمة حقيقية. اذا لم تسحب هذه الوثيقة او تجمد حتى يوم الاربعاء سيكون لنا حديث اخر، وسيكون لنا موقف يوم 18 القادم. دكتور، اعتراضكم على الوثيقة ولا على البنود؟ اعتراضنا على البنود واعتراضنا على الآلية اللي تمت بها هذه الوثيقة. لكن حضرتك ما عندكش اعتراض على الوثيقة نفسها لو بتتعامل بآلية؟ لا لا لا، يعني ما بص هذه الوثيقة لا تنفصل عن طريقة صناعتها. احنا لا نرى ان هذه الوثيقة تحقق الغرض منها والغرض المطلوب. هذه الثورة يملكها الشارع، سنعود للشارع. احنا بندي فرصة لغاية يوم الاربعاء، اذا لم يتخذ قرار واضح بتجميد الوثيقة او بتأجيل الوثيقة او بسحب الوثيقة، اعتقد اذا ما تمش ده الى يوم الاربعاء سيكون لنا موقف سنعلنه وسننفذه بدءا من يوم 18 القادم. اهم اوجه الاختلاف بين وثيقة علي سليم ووثيقة الازهر يا فندم؟ اهم اوجه الاختلاف؟ لا لا، وثيقة الازهر وثيقة اخرى بتتحدث عن قيم ومبادئ حضارية عظيمة جدا، وثيقة بتتحدث عن امتيازات الجيش، عن سلطات بتقفز فوق سلطات، بتخل بفكرة وحدة الموازنة وشفافية الموازنة، بتخل بفكرة الفصل بين السلطات في الدولة، كل هذا يهدم فكرة الدولة الديمقراطية، وده مغاير تماما على وثيقة الأزهر اللي أنا شخصيا كحزب غد الثورة وقعنا عليه. دكتور، حضرتك شايف في حاجة إلى ثورة جديدة؟ أعتقد أن الثورة الأولى لم تكتمل بعد. شكرا. أنه استكمال لتأكيد موقفنا بعد أن تمت بعض التعديلات الشكلية على بعض النصوص الوثيقة المسمى بوثيقة السلمي، كان لابد أن تجتمع هذه القوى. اتفقنا اليوم أنها غير مرضية وغير كافية ولا تحقق المطلوب. احنا بنرفض هذه الوثيقة مرة ثانية، وبنطلب من أولي الأمر أصحاب المصلحة في هذه الوثيقة أن يسحبوا هذه الوثيقة أو أن يجمدوا الحديث عنها الآن، ونتحول إلى ما هو أهم، وهو تأمين عملية الانتخابات، تأمين لقمة العيش للمواطنين. أنا بعتقد أن حكومة الدكتور شرف كان عليها أن تنشغل بأمور كثيرة أهم من هذه الوثيقة التي جاءت بلا معنى وبلا مضمون وفي توقيت غير مناسب المرة. عودة روح يناير ما زالت تعيش بداخلنا، ما زلنا نحتاج لروح 25 يناير، لأن كل القوى الوطنية في مصر تشعر أننا لم نحقق ما كنا نتمناه. هناك استحقاقات كان يجب أن تقدم من أجل تهيئة المناخ لدولة ديمقراطية، من أجل تحقيق أهداف الثورة المصرية، كل هذا لم يتحقق. احنا بنعود بنمشي في خطوة إلى الأمام وخطوات متعددة إلى الخلف. نشعر بغصة شديدة، بنشعر أن الثورة ما زالت في حاجة إلى جهد. كل القوى الوطنية أعتقد أنها تؤمن بضرورة أن يحدث تغيير، نتمنى أن يكون هذا التغيير وفق الآليات المدنية والسلمية. على مسؤولية الدكتور الاستجابة من الدكتور أيمن نور في جمعة في 18 غزة. إحنا كحزب غد الثورة اتخذنا قرار بالمشاركة يوم الجمعة القادم، لكن أنا بتكلم على الاجتماع اليوم وعلى التحالف الديمقراطي من أجل مصر. إحنا أجلنا قرارنا لحين استبيان موقف الجهات المسؤولة من هذا البيان الذي أعلناه اليوم. إذا ما استجابوا بسحب الوثيقة أو تجميدها لن نشارك في جمعة 18. إذا لم يستجيبوا سنشارك في جمعة 18. أما موقفي أنا الشخصي
كحملة أيمن نور وموقفي كحزب غد الثورة، احنا سنشارك يوم 18 لأن هناك مطالب أخرى جزء منها سرعة نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة.